بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في أفضل مثال بدنا نناقش مثال أربعة اللي موجود صفحة 195. طبعا المثال مثل ما احنا ملاحظين معطيني حسابات موجودة في دفتر الأستاذ، فيما يلي حسابات ظهرت في دفتر الأستاذ المحلات وائل التجارية، وذلك في 31/12، يعني نهاية سنة 2006. طبعا هي الصندوق، هاي المبالغ اللي ماخذها المدين فيها، وهي المبالغ اللي هو دائن فيها اللي اعطاها. إيه طبعا مش مرصدي الرصيد، مش مطلع يعني مبين كل حساب شو ماخذ وشو معطي، شو مدين وشو دائن. طيب شو بده؟ بده تحديد الارصدي، يعني بدنا نيجي مثلا على المبيعات. طبعا المبيعات بنقول المجموع المدين ناقص المجموع الدائن بيطلع الرصيد، طبعا هي بتكون رصيد دائن. وبعدها بدنا نعمل ميزان المراجعة بالمجاميع والارصدي. سهل جدا هذا المثال. انا عشان طبعا هو محلول هنا، بس احنا بدنا نتاكد من الحل. هي هو معامل الترصيد، احنا بدنا نرصيد مع بعض. انا السؤال حطيته هنا على الرسام، هيو على الرسام حتى يتم الحل عليه. طبعا في البداية بدنا نوجد الارصدي. طبعا احنا مثل ما تعودنا، يعني بنيجي على الحساب بنحط شحطة طبعا، وبعدين بقول المجموع المدين هنا قديش المجموع، بدنا نجمعهم هذولا. هاي خلينا نعمل بهذا الشكل، بقول 1880 زائد 12000، كده طلع عندي 30800. إذا بكتب هنا 30000 30، خلينا باللون الأحمر عشان نكون مميز، 30800 هذا المجموع المدين، هاي المجموع المدين. طيب هاي المجموع المدين. الآن المجموع الدائم بدنا نيجي على هذا الجانب ونجمعه، اللي هو 6500 زائد 4200 زائد 8000 يساوي 18700. إذا بنيجي هنا بنحكي 18700 هذا المجموع الدائن. طبعا مبين المدين أكبر، بحكي هذا ناقص هذا، يعني بقول اللي هو خلينا نحط أصفر هنا، أقول 30800 ناقص اللي هو 18700، شو بيطلع عندي؟ 12100. طبعا بنحط هنا، انا المفروض خليت فراغ شوي، بنحط هنا الرصيد طبعا اللي هو هو 12100. نشوف هنا شو حله 12100، هي بهذا الشكل بنحط هنا، يعني بنخلي احنا هنا فراغ شوي عشان نحط الرصيد. الرصيد مدين طلع، فهنا احنا بدنا نحطه هنا، بس ما فيش وسائل اللي نحطه يعني. بس طيب نيجي على البنك. البنك هاي واضح، المجموع المدين 7400، المجموع الدائن 780. الفرق بينهم طبعا بقول اللي هو ال 7400 ناقص 780، شو بيطلع عندي؟ 6620. بنحطه هنا 6620، هذا رصيد، هذا رصيد مدين. وطبعا بنحط المجاميع يعني المفروض يكون موجود، بس انا ما فيش عندي وسع، فبنلاحظ انه هيو 6620 رصيد ايش؟ مدين. وهكذا يعني المثال بسيط. وطبعا المجاميع طبعا هنا هو مش مبين المجاميع على فكرة، يعني هنا انا باخذ على الكتاب. انا هذه الطريقة بحبهاش، انه هو بيطلع المجموع الاكبر وبحطه في الطرفين يعني، بس انا بيلزمني اعرف المجموع المدين والمجموع الدائن عشان احل اللي بعده اللي هو ميزان المراجعه بالمجاميع. لذلك انا هنا في هذه الصفحه بدي اوجد المجاميع، والارصد النهائيه موجوده هنا، بس احنا بنتاكد منها انا الرصد الصح ولا لا، او بنكتبها. خلينا اذا بلاش يكون في عندي، اذا هنا المجموع المدين 7400، وهنا المجموع المدين اللي هو 7780، هذا مجموع مدين وهذا مجموع دائن. الآن هنا مشتريات
بدنا نجمعهم هذولا اللي هو بنحكي 4200 زائد 5000 أو 6500 زائد 11000، شو بيطلع عندي؟ 21700. إذا بنكتب هنا 21700، هذا المجموع المدين. طب المجموع الدائن هنا يعني صفر. طبعا 21700 ناقص صفر، شو بيطلع عندي الرصيد هنا؟ 21700 مدين، رصيد مدين يعني. هاي بدي احط ميم يعني اختصار مدين. طيب نيجي على المدينون، طبعا نشوف المشتريات 21 مدين صحيح. طيب المشتريات المجموع المدين نجمعهم هذولا اللي هو بنحكي اللي هو 1210 زائد اللي هو 1100 بيطلع 13200. إذا هنا شو بيطلع عندي؟ 13200، هذا المجموع المدين. طيب المجموع الدائن هيو أمام فيش اللي هو 4500. طبعا الرصيد بنكون الفرق بينهم خلينا نوجده ناقص 4500 بيطلع عندي 8700. 8700 المدينون 8700 صحيح. إذا هنا في عندي 8700، هاي 8700 وهاي ميم يعني مدين. طيب نيجي على الدائنون، قد ايه مجموعهم هذول؟ 6600. خلينا نحط اللون الأحمر اللي هو مثل ما حكينا 6600، هذا المجموع المدين. طب المجموع الدائن نجمعهم هذولا اللي هو 7800 زائد 6400، قد ايه بيساوي؟ 14200. اذا هنا في عندي 14200، طيب ممتاز. طبعا بنلاحظ انه الجانب الدائن اكبر من كل 14200 ناقص اللي هو 6600، شو بيساوي؟ 7600. طبعا بده يجي هنا في هذا الجانب هنا 6600 حكينا احنا، نعم 6600 طبعا دال يعني دائن 7600. هنا 7600 دائن، هنا المفروض يجي بس انا بدي ازيحه عشان يعني نشوفه. طبعا الدائنون رصيد دائن 7600 صح. طبعا احنا بنحل لانه لاحظنا انه في مرات بعض الاخطاء في الكتاب يعني، فعم نتاكد يعني. طيب نيجي على الاثاث الالات والمعدات. طبعا هنا المجموع المدين 650، فيش غيرها يعني، هاي 650 هذا المجموع المدين. والمجموع الدائن طبعا صفر، هاي صفر. طبعا شو بيطلع الرصيد؟ اللي هو 650 مدين. اذا 650 ميم مدين. طب نيجي على راس المال، راس المال مبين دقيقة بس، طب نكبر هنا شوي عشان يبين معاي. رأس المال بالنسبة ل طيب رأس المال المجموع المدين هنا صفر، والمجموع الدائن اللي هو 20290. إذا الرصيد 20000 ناقص 290 بكون عندي كديش؟ نفسه دائن اللي هو 20290، هاي دال يعني دائن.
نشوف نفحص رأس المال 20,290 صح. طيب مصاريف مختلفة، مصاريف مختلفة بدنا نجمعهم هذولا. في عندي عدة، في عندي 180 بيجي 80 زائد، في عندي 290 زائد، في عندي 2000 زائد، في عندي 650 خلص كده مجموعهم 3,120. إذا بقول هنا مجموع المدين 3,120، 3,120. المجموع الدائن صفر، هنا في عندي صفر. إذا بنقول الرصيد هو نفسه 3,120 ميم مدين يعني. طيب المبيعات، طبعا المجموع المدين مبين فيش فيه شيء، صفر يعني صفر. طيب المجموع الدائن بدنا نجمع هذه، في عندي هنا 12,000 زائد 8,500 زائد 4,500، انتر بيطلع 25,000 اللي هو حساب المبيعات. حساب المبيعات خلينا نتأكد منه هنا، 25,000. إذا في عندي 25,000. طبعا الدائن أكبر، إذا بكون الرصيد عندي أنا في هذه الحالة 25,000 وإيش بكون دائن. خلص هيك احنا طلعنا باللون الاحمر يعني الارص المجاميع المدينه والدائنه، وباللون المخالف هو الرصيد. طيب خلينا نشوف كيف هو عامل ميزان مراجعه. طبعا ايو هو بجيب كل حساب يعني الصندوق. الصندوق خلينا بس استخدم هذا اللون، اي لون نستخدم؟ نقول الاصفر بزبط. طيب الاصفر المجموع المدين للصندوق هيو، هيو 30,800 هيو المجاميع، المجموع المدين 30,800. طب المجموع الدائن للصندوق 18,700 هيو، بنكلونا كده 18,700. طب الرصيد للصندوق حكينا هذا الرقم ناقص هذا الرقم طلع الرصيد، وهو طلع كديش؟ مش مطلعينه احنا هنا. طيب خلينا نوجده اللي هو بقول 30,800 ناقص اللي هو 18,700 شو بيساوي؟ 12,100. طبعا بده يجي هنا، هو بده يجي 12,100 هين بده يجي، هنا بقول 12,100 شماله مدين. طيب الآن هذا الرصيد، هذا الرصيد المدين بنحطه هنا في تحت العمود الأرصد المديني. خلص كيف نيجي على البنك؟ خلينا نعمل تراجع هنا، نيجي على البنك. المجموع المدين له 4,400 هاي 4,400. طيب المجموع الدائن 780 هاي 780. طيب الرصيد لو الفرق بينهم ايوه 6,620. طيب نيجي على المشتريات، يعني بسيط جدا يعني. طبعا ديروا بالكم ممكن يجيكم سؤال كيف، يجيكم مثلا سؤال بهذا الشكل، المجاميع هذه جاهزة وهذه بدك انت توجدها. طبعا عادي ترصيد يعني، هاي الاكبر ناقص الاصغر، مبين هنا هذا اكبر من هذا، هذا ناقص هذا، بظل في المدين 12,100 مثلا، هنا 21,700 وهنا صفر، مبين هذا اكبر يعني، هذا ناقص صفر بضل في المدين ونفسه نفس الرقم وهكذا. طيب نيجي على المشتريات، المجموع المدين هيو بحطه هنا. طب المجموع الدائن هيو صفر، انتبه صفر، حط هنا ايش سلاش يعني صفر، فيش شيء. الرصيد هيو هو نفسه. طيب نيجي على المدينون، المجموع المدين هيو، فبحطه هنا اللي هو 13,200، والمجموع الدائن 4,000
و500 هاي محطوطة هنا، والرصيد طبعا 8700 مدين بنحط هنا. طيب نيجي على اللي بعده اللي هو ايش بعده، من الدائنون. الدائنون المجموع المدين 6600، هاي 6600. طيب المجموع الدائن 14200، هاي 14200. طبعا 14200 ناقص 6600 بضل 7600، اللي هو هذا هو ايش الرصيد الدائن. طيب نيجي على اللي بعده، هنا الآلات المجموع المدين 650، هاي 650 مدين. المجموع الدائن صفر، هاي المجموع الدائن، هاي حطت هنا الشحطة يعني صفر. إذا هذا ناقص هذا بضل 650 رصيد مدين، وهي هنا احنا مبينين انه شماله رصيد مدين. طيب اللي بعده رأس المال، المجموع المدين صفر، هاي المجموع المدين صفر لرأس المال. طب المجموع الدائن هذا هو 20290، هاي 20290 هو نفسه رصيد دائن مثل ما مبين هنا. طيب ممتاز، نيجي على اللي بعده، مصاريف مختلفة. المجموع المدين 3120، وعفوا المجموع المدين والمجموع الدائن صفر، هذا هني هاي المدين وهي الدائن صفر، والرصيد مدين اللي هو هذا هو. آخر شيء المبيعات، طبعا المبيعات المجموع المدين صفر والمجموع الدائن 25000، هذا هو صفر، والرصيد دائن. خلص حكيت احنا لو جمعنا المجاميع المديني والمجميع الدائن بيطلع نفس الرقم، هيو 83470، 83470. ولو جمعنا الارصد المديني والارصد الدائن بيطلع نفس الرقم 52890، 52890. هذا هو يعني مثال بكل بساطة، بسيط جدا. وهنا بعدها بيجي الأسئلة. أرجو أن يكون هذا المثال واضح، والسلام عليكم.